أخبار اليوم. عايزة بس أقول إن مهرجان مصر هو وجهة كبيرة جدا لمصر ومهمة جدا لمصر، وبتمنى إن الفن يستمر ونقهر الردة الفكرية اللي موجودة، الفكر الظلامي اللي احنا عايشين فيه. الفن ده شيء جميل ومبدع وإحساسه حلو وبيصحي المشاعر الحقيقية في كل بني آدم. أقل شيء ممكن تقدمه لأيقونة التاريخ السينما المصرية، يعني عمرها ما هتتعود ولا حد ممكن ياخد ملي من مكانها، ولا هي ولا السيد عمر الشريف اللي رفع راسنا في الداخل وفي الخارج، ولا أستاذ نور الشريف اللي هو عمل فن غير عادي، ولا سامي العدل، ولا الناس العظيمة اللي راحت وسابتنا اللي هم كسروا ظهرنا لما مشوا. أهو الرد، عندك كل العالم معاك هنا النهاردة، من إنجلترا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن شمال أفريقيا ومن كل حتة في العالم، ده الرد بتاعنا.